العلاقة بين جماهير الكرة والساحرة المستديرة فريدة من نوعها، لا أحد يستطيع تعكير صفها، خاصة في منافسات بطولة كأس العالم. الجمهور العربي يعشق تلك البطولة بالتحديد، وها هي تقام مجددا على أرض عربية. فبعد قطر 2022 نجحت المغرب في استضافة بطولة عام 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. فرحة عارمة عمت الشارع المغربي والعربي، فما بالكم لو عادت الكأس الذهبية لتحط رحالها على أراضي المملكة العربية السعودية. فالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن نيته التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد لتسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبر أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 انعكاساً لما وصلت إليه السعودية من نهضة شاملة على جميع الأصعدة، مؤكداً أن المملكة مركز قيادي وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات. We already took part in previous 6 World Cup, so the chance to do so in 2034 on home soil and in front of our fans in Saudi Arabia will be incredible. The 2034 World Cup is our invitation to the world to witness Saudi Arabia's development, experience, its welcoming society, culture and heritage, and become part of its history.